انا بنتينا اسفين عندي لها واحد نكتوت زوينه بها البارح بعدا كنت واحد من الناس ديال الاستاذ ديالنا ولا عتقنا ولدنا اول سبيكتاكل درتو في حياتي كانت في كنظن 99 اول حفل درتو كان في مدينه فاس جاي زعما فرحان اول البوم درتو 88 عمر وكانت سميته هيتوني عندما سميته هيتوني وجينا الاسف دابا المدير ديال السيفان خويا سعيد يخبرني بهذه المساله لانه كان ديك الساعه هو في هذا المهرجان واول خطره درت صوروا معايا من الدار البيضاء من الدار البيضاء جايين انا والجروب جايين في الورطة 88 جينا في الورطة الناس عارفين المساله هذه انا والجروب كامل الحمد لله ماشي غير سكينة مشينا وتمردنا وخدمنا وخا هونتا مزاحمين حنا كاملين واقفين والدار بيضاء كازا مكينا والقروج وجينا الاسفي درنا واحد الحفلة رائع الحمد لله داز داك الشيء زوين وعاود عاود 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 الناس اسفي كنظن من 88 وصلت اسفي عام 35 عام بعدها حنا جايين على مدينة اسفي مدينة جميلة البيت تبارك الله ماشي غير مدينة من الجمالية ديالها الصحة ديالها السردين بناسها الطيبين بأي حاجة بواحد التراث غيش واحد التراث رائع واحد التراث اللي كنشوفو في المدينة هذه رائع جدا وهنا أنا جد فرحان باش نكون حاضر في الفستيفال اللي كاين فستيفال البحر اللي كاين في مدينة خويا سعيد.